والختام يكون دائما بالموسيقى مع فرقة ضربة شمس التي أطلقت مؤخرا أغنية جديدة شو بضر الأمل في حفل جماهيري أقيم بمدينة حيفا. الكليب الجديد حسب بيان للفرقة هو تتويج لمسيرتها الغنائية التي بدأتها منذ 5 سنوات، وبداية أيضا لألبوم غنائي جديد تعبر من خلاله على رسالتها ورؤيتها للداخل الفلسطيني والخارج العربي. منمنمات التقى أعضاء الفرقة للحديث عن الألبوم الجديد وانطلاقتها الموسيقية الجديدة، فلنشاهد. مرحبا، أنا هشام أبو جبل، عازف الجيتار في فرقة ضربة شمس. أنا مازن حمدان، عازف بيس. أنا سامر عساقلي، عازف العود. أنا أيمن سليمان، عازف الإيقاع. وحنان وكيل، مغني. فرقة ضربة شمس تأسست قبل 4 سنوات، الهدف منها هي إنتاج موسيقى سياسية واجتماعية بتعبر عن مواقفنا اتجاه أمور وقضايا سياسية وكمان اجتماعية. اليوم احنا بصدد إنتاج ألبوم اللي بضم 8 أغاني، هاي الأغاني هي بتعبر عن مواقفنا كمان سياسية وكمان اجتماعية، وكمان فيها أغاني اللي هي عاطفية. نفسنا كفلسطينيين من أراضي 48 داخل، وعندنا عضو اللي هو هشام من الجولان السوري المحتل، فإحنا عملياً فرقة بتجمع فلسطينيين وسوريين. والتسمية ضربة شمس إجت من وحي الهوية تاعت الفرقة، اللي بنحاول قد ما بنقدر إنه نعمل أغاني اللي فيها روح فكاهة أو فيها دعابي، حتى لما نطرح مواضيع اللي هي صعبة ومواضيع سياسية، بس دائما نحاول نحافظ على الجانب اللي فيه كمان تهكم أو سخرية، لأن الشمس فيها وضوح. فكمان إحنا بنحاول نحكي كلمة صادقة، كلمة صريحة، مواقف سياسية واجتماعية واضحة. موسيقيا نحن جايين من خلفية موسيقية مختلفة عن بعضها وفيها تنوع، وهذا بحد ذاته يعني فيه تحدي موسيقيا، بس بنفس الوقت هو بيعمل إضافة كثير كبيرة للموسيقى وبيعطيها، على الأقل كيف نحن بنشوف يعني، بيثريها وبيعطيها غنى أكثر. قبل 3 أسابيع أطلقنا الأغنية الأولى في الألبوم، كانت أغنية شو بضر الأمل مع فيديو. أغنية شو بضر الأمل هيك أغنية بتعبر عن موقفنا أصلاً اتجاه كل النضال السياسي اللي عم بيكون، إنه من جهة في إشي كثير صعب، من جهة ثانية بدون أمل فيش عنا إمكانية إنه إحنا نستمر. أفكر إشي مهم، إنه الرسالة مهمة، بس كمان موسيقياً إحنا مهم نوصل إشي جديد. يعني الرسالة والكلمات هي جزء كثير مهم من هوية ضربة شمس، ودائماً في زي ما حكى سامر رسالة أو هدف للموسيقى، بس أكيد هذا ما بيجي على حساب الجودة الموسيقية أو التفكير بأنواع الموسيقى اللي إحنا بنحب نطرحها. في بتخيل محورين يعني مهمين الفرقة بتشتغل فيهم، محور المضمون اللي هو بيهمنا انه يكون حتى مرات كثير مباشر وصريح بدون مجاملات يعني. وفي المحور الموسيقي طبعا اللي هو عندنا طموح انه نحن يكون نجيب صوت جديد يعني، خاص يعني هاي التشكيلة تقريبا لنا يعني بهذا العدد اقل من سنه تقريبا، بين نص سنه لسنه، وشوي شوي يعني كل نحن تقريبا يعني بنلتقي بشكل اسبوعي، وكل خاصه عم ببين يعني من التسجيل، كل ما عم نعزف اكثر مع بعض كل ما هي اللغه تبعتنا عم بتصير هيك فيها متانه اكثر، وفيها نسيج خاص.